السلام عليكم ورحمة الله. اليوم تقام مباراة مهمة وهي مواجهة العراق والإمارات. إن شاء الله ينتظر هذه المباراة جماهير عديدة جدا، محبي فريق العراق الذي يحفل بتاريخ كبير جدا. وهذه المباراة العربية مواجهة مرتقبة بين منتخب العراق ومنتخب الإمارات، وتقام هذه المباراة في الإمارات في لقاء ودي. يأتي هذا اللقاء للاستعداد لمنافسات التصفيات التي سوف تقام في السوية في بعد فترة، وأيضا استعدادا للمونديال القطري في العام القادم. وتقام المباراة مباراة منتخب فريق العراق الأول ومنتخب فريق الإمارات على ملعب نادي الوصل بالإمارات، وسوف تذاع من خلال قناة الشارقة الرياضية التابعة للإمارات من خلال تردد فضائي خاص بها، وسوف ننشر لكم تردد قناة الشارقة الرياضية. وهذه المباراة جماهير العراق يضعون الآمال الكبيرة عليها، حيث أنها مباراة تعيد الأمجاد لفريق العراق. وننشر الآن لكم تردد قناة الشرق الرياضية، وهو القمر صناعة على النيل سات. التردد من اليسار اليمين 11012 عمودي، 11012 عمودي، القمر الصناعي نايل سات. تردد آخر 11977 عمودي، النيل سات. 11800 أفقي، عرب سات. 12245 عمودي. هنقول لكم تردد تاني عشان برضو تكونوا عارفينه، تردد نايل سات 11012 عمودي، 11012 عمودي، نايل سات 11977 عمودي. أيضا هذه المباراة مباراة مهمة تقام في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:30 بتوقيت الإمارات، والسادسة ونصف بتوقيت العراق. قدمنا لكم موجز سريع عن هذه المباراة التي يرتقبها العديد من الجماهير الغفيرة التي تترقب مباراة مثل هذه المباراة لفريق الكل يتوقع فوز كبير للعراق، نظرا لأن هذا المنتخب قد حقق العديد من الإنجازات ويحفل بنجوم كثيرة جدا. والآمال على هذا المباراة، هذه المباراة كبيرة جدا. وقد أشرنا أن الاستعدادات التي تمت بين المنتخبين كانت كبيرة، ونشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى التوفيق للرياضة العربية وللمنتخبين الشقيقين.